فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. يقول عن أبي الشعثاء قال: كنت مع أبي هريرة في مسجد الكوفة فأذن المؤذن فقام فخرج قال: أما هذا قد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فلا يخرج أحد حتى يصلي. طبعا لو خرج لحاجة له ذلك. يعني عندنا حديثان مهمان في هذا الباب، وهو أولهما وأولهما بالكلام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. الفجر والعشاء طبعا كما قلنا، وهذه فيها اسمها علامات النفاق، يعني ليس منافقا خالصا لكن له علامة من علامات النفاق. أثقل صلاة على المنافقين، أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. أما الفجر فالنوم وأخذ النوم على الإنسان في هذا الباب. ولذلك قلت من خطر المسألة، قد أفتى بعض النبلاء بأنه لو ضبط آلة التنبيه لبعد الفجر يكفر بذلك. هذه مسألة عظيمة جدا على أساس أنه تارك الصلاة يكفر في هذا الباب. وأما العشاء لأنها منتهى اليوم ويكون فيه السعي إلى الدنيا، يأخذ بالإنسان أو بدل الإنسان، فيعني يستسيغ الراحة ويخلد إليها دون السعي إلى الصلاة. لذلك قال: أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. نعم كلام مخيف جدا، نسأل الله أن يعافينا وأن يحفظنا ويحفظكم جميعا، اللهم أمين رب العالمين. أثقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال أيضا: لما رأى رجل بعدما أقيمت الصلاة خرج من الصلاة، قال: هذا الرجل عصى أبا القاسم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: إذا أذن المؤذن فلا يخرج حتى يصلي، وكان هذا من فعل المنافقين. فلذلك قال: هذا عصى أبا القاسم. والمسألة عظيمة صراحة، المسألة عظيمة ليست بالهينة. لذلك واجب على الإنسان أن يكون أحرص الناس على الصلوات ولا يخاطر بالصلاة. كل شيء هين دون المخاطرة بالصلاة، والحفاظ على الصلاة نجاة. ولأن النبي قال: أول ما يعني يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. فلا بد للإنسان أن يكون يعني هم ما يشغله أو شغله الشاغل الأعظم هو الحفاظ على الصلاة، وإلا فإنه في مرمى العلماء. لأن بعض العلماء قال بأنه يكفر بترك صلاة، وبعضهم قال بخمس صلوات، وبعضهم قال يكفر بالترك كلية، والجماهير أنه لا يكفر. لكن المسألة جد خطيرة، المسألة جد خطيرة، فواجب الوقوف عندها والحفاظ على الصلاة وعدم المخاطرة بها. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. نعم نقف عند هذا إن شاء الله. الإبانة تكون غدا بإذن الله، لأني كما قلت على سفر. أسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظ بكم وأن ييسر لنا ولكم وأن يجعل ذلك في موازين حسنات. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. الفوائد المستنبطة: حرمة المخاطرة بالصلاة، للنفاق علامات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: آيات المنافق ثلاثة، للنفاق علامات، وهذه لا تستلزم أن يكون المرء فيها منافقا كاملا. نعم لكن فيه خصلة من خصال النفاق. يبقى حرمة المخاطرة بالصلاة، للنفاق علامات، الأصل في مخالفة الأمر عصيان كما قال أبو هريرة فقد عصى أبا القاسم. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.